هذه امرأة تقول أنا امرأة من خارج هذه البلاد وأدرس مادة الفلسفة، وهذه المادة تهتم بالمنطق والجدل، وأقوم بتدريسها للطالبات وأحذرهن من بعض النظريات التي فيها وأرشدهن إلى ما جاء في الكتاب والسنة قدر المستطاع، فهل يجوز لي عمل ذلك والعمل في هذا المجال؟ ننصحك بترك تدريسها وأن تأخذي درسا من دروس العلم المفيدة ومن دروس الدين حتى يكتب لك الأجر والثواب وينفع الله بك. وأما الفلسفة فاتركي تدريسها لأنها من الباطل. نعم.